شوف، في المرحلة الأولى لم تكن الثورات مضطرة إلى إزاحة كل رموز الاستبداد، يعني ارحل الرأس وحاشيته، لم تكن مضطرة، لكن ما أزيح يكفي للقول أنه يستحيل العودة إلى الوراء، ما عادش ممكن الآن. إذا كانوا يعتقدوا يعني لا النظام الدولي ولا نظم الاستبداد تعتقد أنه يمكن العودة إلى الوراء، لكن هناك عمل على أن يكون هناك تعزيز الاستبداد، هناك عمل على أن يكون هناك قبضة أشد على المجتمعات وعلى النظم، هذا صحيح. أما أن وهذا صراع، أما أن يعود، أن يعود النظام الدولي كما كان، أن تعود نظم الاستبداد كما كانت، هذا في الأحلام انتهى. هذا هي مرحلة انتهت. الآن الصراع ليس مع رموز الاستبداد، الآن الصراع مع ولا حتى مع قواعد النظم، الآن الصراع مباشرة مع النظام الدولي. حتى في المرحلة الأولى، في المرحلة الأولى هناك ثورات خاضت المرحلة الثالثة مباشرة، مثل الثورة السورية مثلا. الثورة السورية هي الوحيدة التي بدأت من المرحلة الأخيرة. لماذا؟ لأن سوريا مربط دولي، هناك ثلاث مرابط دولية تمسك المنطقة، المربط العقدي والمربط الأمني الطائفي في سوريا والمربط اليهودي في بيت المقدس. الآن منذ 100 عام لأول مرة يضرب النظام الدولي في صميمه. كم قاتلنا، كم ناضلنا، كم ظهرت نخب، كم ظهرت جماعات، كم ظهرت قوى لم تحدث أثرا في النظام الدولي على الإطلاق، لكنها في الثورة السورية واجهت النظام الدولي، ولما تزل وجها لوجه لأول مرة منذ 100 عام. بل لن أجازف، لكن سأقول أن النظام الدولي في صيغته الأولى يستحيل أن يستمر، كما أنه النظم في صيغتها الاستبدادية يستحيل أن تستمر.